شايف متوتر؟ معلش أنا آسف، أنا فعلا متوتر، متوتر أوي، أصل أنا خايف، لما بكون متوتر بكون خايف، قصدي يعني لما بكون خايف بكون متوتر. أصل أنا عندي المرض ده اللي اسمه فوبيا، تعرف؟ ممكن أموت، خدش بالك أموت، بس أنا بخاف من كل حاجة. تيجي تاني وانا نايم، طبعا ممكن حرامي مثلا، وكمان بخاف انزل لحسن تحصل لي حادثة، عربية تخبطني مثلا، او حتى حد يخبطني بمطوة، أو أموت في انفجار من الانفجارات اللي بتحصل الأيام دي. وساعات كده بسمع أصوات كتيرة جدا، بسمع صوت بيكلمني، بتنبهني، بتحذرني، بس المشكلة إنها ساعات بتكون كتيرة أوي، كتيرة جدا، كتيرة زيادة عن اللزوم، ببقى هتجنن، بقعد أصرخ وأقول كفاية، 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 كفاية. أنا ضعيف ولا حاجة، أنا فعلا ما كنتش مستعد.